نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا الأسبوع، بدأ بالاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، مرورا بتثبيت علاقات مصر الإقليمية، وانتهاء بالتأكيد على أهمية مواصلة روح أكتوبر للتغلب على أعداء الوطن ومواصلة البناء والتنمية. المزيد في هذا التقرير. في ظل احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي نشاطه هذا الأسبوع بتوجيه كلمة للأمة أكد فيها قوة الشعب المصري الذي انتفض وراء قواته المسلحة في يوم 6 من أكتوبر عام 1973 ليعلن للعالم أن مصر عصية على الانكسار. في مثل هذه الأيام من عام 73 انتفض الشعب المصري كله وراء قواته المسلحة القادرة ليعلنوا للعالم أن مصر عصية على الانكسار، وأنها بفضل الله وبعقول وسواعد أبنائها استطاعت تجاوز الفترة الصعبة التي تلت عام 67. وأوضح الرئيس السيسي أن مصر واجهت تحدي الحفاظ على الدولة وخطر الفراغ السياسي والفوضى والإرهاب الأسود. استطعنا عبور مرحلة الاضطراب غير المسبوق الذي انتشر في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، فلم تضعف التحديات الصعبة عزيمتنا، واستطعنا محاصرة خطر الإرهاب الأسود وتوجيه ضربات قاسمة لتنظيماته وعناصره، كما استطعنا تثبيت أركان دولتنا وإعادة الثقة والهدوء للمجتمع بعد فترات عصيبة من الاستقطاب والتوتر. ولم تشغلنا أيضا هذه المهام الجسام عن إرساء أساس متين للتنمية الاقتصادية يستند إلى مواجهة الحقائق والتعامل مع الواقع كما هو، وليس من خلال الشعارات والأوهام، آملين في تحقيق تقدم نوعي في مستوى حياة هذا الشعب الكريم. وفي إطار متابعته للملفات المحلية، عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء ونائب وزير المالية للسياسات المالية، حيث وجه الرئيس بالتوسع في المشروعات القومية لاستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. وفي هذا الصدد استقبل أيضا الرئيس السيسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عدنان أمين بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر، حيث أكد السيسي الأهمية التي توليها مصر لتنفيذ مشروعات قومية ضخمة في مجال توليد ونقل وتوزيع الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة كمسار وطريق تنتهجه الدولة. كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا آخر مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، موجها بتنفيذ خطة تطوير الشركات التابعة للوزارة بهدف هيكلة هذا القطاع بالشكل الذي يضمن صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة. وفي إطار تعزيز العلاقات مع المحيط العربي، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء مع رؤساء تحرير كبرى الصحف الكويتية، تناول العلاقات الثنائية مع دولة الكويت الشقيقة وتطور الأوضاع في المنطقة وجهود مكافحة الفكر المتطرف، فضلا عن استعراض خطوات مسيرة التنمية في مصر. الرئيس السيسي واصل خلال هذا الأسبوع جولاته الخارجية، حيث شارك في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان بجزيرة كريت، مؤكدا أن آلية التعاون الثلاثية أصبحت تمثل أساسا استراتيجيا راسخا في المنطقة وانعكاسا للرغبة المشتركة لتعزيز الشراكة بين الدول الثلاثة. لقد أكدنا في اجتماعنا صباح اليوم التزامنا بالعمل سويا من أجل ترجمة إرادتنا المشتركة إلى مزيد من الخطوات العملية للانطلاق بمختلف مجالات التعاون إلى أبعد مدى، استنادا إلى قناعة راسخة مما تضيف هذه الآلية من قيمة حقيقية وما تشكله من نموذج يحتذى به للتعاون الإقليمي في خضم التحديات المتصاعدة التي تمر بها المنطقة. إنني على ثقة في أن قمتنا الثلاثية وما تشهده من زخم سياسي واقتصادي إلى جانب علاقات الصداقة والتعاون فيما بين دولنا وشعوبنا. وكشف الرئيس السيسي عن وجود تقارب ثلاثي في الرؤى تجاه القضايا والأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة. شهدت قمتنا اليوم تقاربا معهودا في الرؤى تجاه القضايا والأزمات التي تمر بها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا وليبيا، فلا مجال لوقف نزيف الدم وإعادة البناء والإعمار إلا بتسوية الأزمات سياسيا وتلبية طموحات الشعوب في مستقبل أفضل وبما يفوت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والمتطرفة.
الرئيس السيسي خلال زيارته إلى كريت عقد اجتماعين ثنائيين، الأول مع رئيس الوزراء اليوناني، حيث أشاد السيسي بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين، لا سيما في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى السيسي نظيره القبرصي، حيث تناول الزعيمان تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما في قطاعات السياحة والاستثمار والطاقة. اختتم الرئيس السيسي نشاطه هذا الأسبوع بالمشاركة في الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة بمركز المنارة للمؤتمرات، والتي نظمت تحت عنوان أكتوبر تواصل الأجيال. وفي كلمته قال الرئيس السيسي إنه عاصر هزيمة 67 ويتذكر كل التفاصيل وكل ما كتب آنذاك، مشيرا إلى أن الفرق بينها وبين المعركة الحالية أن 67 كان عدوها واضحا ومعروفا. المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي لا، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا. واستطاعوا بالفكر، استطاعوا بالفكر ان هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بقتلنا، يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. وبعدين جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا، بناء وعينا. قال الرئيس السيسي أن أحداث عام 2011 كانت علاجا خاطئا لتشخيص خاطئ. أنا دايما أقول 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ، علاج خاطئ لتشخيص خاطئ. قدموا للناس صورة على ان الامور بتتغير كده، نغير ده ونجيب ده، خلاص المؤسسة السحرية موجودة هتحل المسائل. ابدا. واشار الرئيس السيسي الى الشهيد منسي كمثال للوطنية والدفاع عن الوطن باخلاص وتفان، والى الارهابي هشام عشماوي الذي يعد مثالا للتطرف وسوء الفهم للمهمة الوطنية التي يقوم بها ضباط وافراد القوات المسلحة. يا ترى الفرق بين هشام عشماوي ايه واحمد المنسي ايه؟ الفرق بينهم ايه؟ ان حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية واهل مصر. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، وتاني عايزينه عشان نحاسبه. عايزينه عشان ايه؟ وأشار الرئيس السيسي إلى أن حل المشاكل الاقتصادية يتطلب العمل المستمر والصبر والإرادة، مشددا على أن مصر ستكون ذات مكانة أخرى في 30 من يونيو عام 2020 كما تعهد في وقت سابق. الحكاية حكاية كبيرة جدا، مش هتتحل إلا بإرادة المصريين والعمل 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 والصبر. غير كده يبقى احنا بنضحك عليكم وبنقول لكم كلام. هتقول الله ما انت قلت لنا 30 26. ايوه 30 26، هوريكم بفضل الله، بفضل الله دوله تانيه، دوله تانيه. نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال هذا الأسبوع، بدأ بالاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة مرورا بتثبيت علاقات مصر الإقليمية، وانتهاء بالتأكيد على أهمية مواصلة روح أكتوبر للتغلب على أعداء الوطن ومواصلة البناء والتنمية.